طب ينضم لينا الصحفي عمر البنوبي مدير الصفحة الرسمية لفريق هال سيتي الإنجليزي الناطقة باللغة العربية. أهلا بيك يا عمر. أهلا وسهلا كابتن منى، وأهلا وسهلا مستر طارق مراد. أهلا بيك، ازيك يا عمر؟ هل في ملامح جدية للاستغناء عن أو يعني عدم تجديد إعارة فتحي أحمد فتحي ومحمد ناجي جده طبعا بعد إجراءه العملية الجراحية والمحمدي أيضا في هال سيتي؟ والله هو النهاردة كان في حوار مطول مع دكتور عاصم علام وهينشر على حلقات في الصفحة الرسمية. اتكلمنا بخصوص اللعيبة، هو ستيف بروس المدير الفني هيحسم أمر جده فتحي الفترة اللي جاية قريب جدا، المحمدي أقرب للاستمرار، في نيه للتعاقد مع لاعبين مصريين الفتره اللي جايه من مصر بمعدل مثلا 4 لعيبه في الموسم. لاعبين مصريين تالقوا في انديتهم الاوروبيه في الفتره الاخيره؟ ممكن، يعني انا جاء سيره محمد صلاح مهاجم بازل السويسري ومنتخب مصر، ودكتور عاصم قال وارد انه يتعاقد معاه، ودي هتكون حاجه اضافه كبيره للنادي هال واضافه لمحمد صلاح انه يلعب في الدوري الانجليزي طبعا. نعم. في لاعبين مصريين كمان، في اي ملامح للمصريين والمرشحين للانضمام لهال سيتي في دوري الدرجه الممتازه الانجليزي لكره القدم؟ مرشح 4 لعيبه كل موسم، دكتور عاصم بيخطط لكده ان يبقى في 2 في الدور الاول لاعاره 6 شهور وبعد كده يرجعوا لناديهم، ثم اعاره الاثنين تانيين يكملوا بقيه الموسم لنهايته مع نادي هال سيتي، وبعد كده يرجعوا انديتهم في مصر بحيث ان مصر تستفيد واللعيبه تاخد خبره من لعب في الدوري الانجليزي ويفيدوا انديتهم بعد كده ومنتخب مصر بالطبع. نعم، كان في كلام يا عمر انه الدكتور عاصم علام رئيس النادي يمكن ان يشتري يعني انديه بتلعب في الدوري الممتاز لكره القدم، هل الكلام ده وارد في الفتره القادمه ولا لا؟ في مصر لا، لان دكتور عاصم قال انا مش مقيم في مصر والمناخ في مصر قد لا يكون غير مشجع على الاستثمار زي ده في الفتره الحاليه. نعم. فهو مكتفي بنادي هال سيتي في انجلترا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا عمر البنوبي مدير الصفحة الرسمية لفريق هال سيتي الناطقة باللغة العربية.